والأرض تذهب إلى المستثمر مجاناً. لبناء شقق سكنية. من بعد هذا البناء يبدي يأخذ منه أول شيء تنطي مقدمة للمستثمر، أخذ منك فلوس بنى وراح عندك دفعة كملك الجزء الثاني، يعني مستثمر موجود قاعد بلاش والبناء صار على المواطن بالأخير. إيش قاعد الخدمات تنظيف والأمن و يبقى طول عمرك أنت تدفع هذه المصاريف ليالية. ما أعرف أروح أبيك الساد حمزة، إحنا بانتعاش حاليا بعيدين جدا عن الانتعاش، قاعد نستعد أسعار طبعا البيوت قاعد تنشر بمليارات، وصلنا مليارات هسه. قاعد تقول لي نذكر منطقة من المنصور، منصور بيش وصل بيها هسه سعر المتر وصل 5000 دولار سعر المتر. انت بس ابو البلديات يقول انا بعت ب 450 ورحت بالتقرير شاهدنا راح للكرخ زين بالبلديات ب 450 بالمنصور ايش قد كمثل انا اعطيها. بدايه تحيه لك حياك الله سيدي الكريم والسيد الناب والساده مشاهدي قناه ام بي سي عراق الكرام. الحديث عن هذا الموضوع مهم جدا، بس امانه يعني الوضع والاسعار ما تتناسب نهائيا مع الواقع الاقتصادي للبلد. يعني الأسعار العقارات في بغداد وانت ذكرتها في بداية التقرير أنها توازي أو قريبة من أسعار مدن مصنفة بمستويات عالية جدا، خدمات وأمين وبنى تحتية، ويمكن جاوزت أسعار لندن وحتى دبي. فهذا يعطينا مؤشرات على أنه هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الارتفاع. أولا عدم كثرة الطلب وقلة في العرض، يعني في عالم الأسواق دائما لما يكون طلب أكثر من المعروض راح يؤدي إلى زيادة. فالطلب على العقارات في العراق هو مرتفع بسبب شحة وعدم استحداث مدن جديدة، إضافة إلى الزيادة السكانية الملحوظة في العراق. الآن وصلنا إلى أكثر من 42 مليون عراقي حسب الإحصاءات، يعني للأسف هذه أيضا مشكلة نعاني منها، لا توجد إحصاءات دقيقة، ولكن قرابة العراق بحاجة إلى قرابة 5 مليون وحدة سكنية لتغطي حاجة السكن ومشكلة السكن في العراق، إضافة إلى موضوع غسيل الأموال الذي دخل في موضوع سوق العقارات في العراق مما أدى إلى هذه الزيادة الملحوظة والكبيرة جدا في أسعار العقارات. الواقع الاقتصادي كما ذكرت راح أكرر لك إياها بعيد جدا عن ما موجود في سوق العقارات. شو يشتغل هذا اللي يشتري لبيت بخمسة مليار؟ أتصور اللي يشتري هيك بيت بخمسة مليار سواء كان في بغداد أو في بقية مناطق العراق، يعني هذا الأسعار أبرزها. بيت بخمسة مليار، بيت بخمسة مليار ويشتري له كم بيت؟ أردفهم مش يشتغل. أكو شخصية صار عليها لغط كثير وحديث كثير اللي هي شخصية نور زهير. بعد الفاصل أخذ أي هذا اللغط عن هذه الشخصية. جيد فاصل ممتاز. فاصل رحين شوية راجعين ويا مسألة العقارات.